السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على نمذجة معلومات البناء. هي الفكرة كلها من نمذجة معلومات البناء مش إن أنا أعمل حاجة ثلاثي الأبعاد شكلها حلو، لأ، إن أنا المعلومات الخاصة بالمشروع بحطها في قلب الموديل. هي دي الفكرة، يعني بعمل تمثيل رسومي للمشروع ثلاثي الأبعاد ويكون فيه كل البيانات والمعلومات اللي أنا ممكن أحتاجها في المستقبل. والميزة إن هو بيكون مصدر مركزي للمعرفة للمعلومات اللي من كل الشركات اللي شغالة في المشروع، فده اللي مديله القوة. وده حل مشاكل كتيرة جدا، يعني construction كان فيها مشاكل كتيرة جدا، مش قادرين ناخد قرار، عندنا نقص في coordination، في الكلاشات كتيرة جدا، التأخر في الوقت، التأخر في تسليم المشروع، في مشكلة ان احنا بنتعدى البادجت او الميزانية المحطوطة. فعشان كده جه مجال البيم عشان نحل لنا المشاكل دي. بعض المشاريع المعمولة بال 3D Visualization تقدر تعمل سيلكت وتعرف معلومات عن كل حاجة موجودة. بكل سهولة تقدر تجيب الكلاشات. اغلب الشغل كان من شركة اسمها STS Smart Technology Solutions. من ضمن الحاجات ان انت تقدر تعمل تبادل للمعلومات من المكتب والموقع، اي معلومة جديدة هنا اوتوماتيك تظهر عندهم هناك ويقدروا يتبادلوا المعلومات. وبنستخدم الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي في توثيق المعلومة. وكان في مشاكل كتيرة في ان انا استخدم برنامج واكمل على برنامج اخر، لكن المشاكل دي في الحقيقة بتقل مع الوقت، لان اصبح في اماكن، يعني في امكانيه لتبادل المعلومات. ونقدر ان احنا نعمل سيموليشن ومحاكاه بحيث ان عندي نموذج للمبنى عندي، بحيث ان انا قبل ما المشكله تحصل اقدر ان انا اتنبأ بيها وعندي كل المعلومات والتفاصيل دي. من ضمن الفوائد بتاعه البيم، وليس كل الفوائد. في برضو موضوع البراماتيك، ان بسهوله ان انا اقدر اعدل في المشروع، بقدر اطلع ديتيلز وشوب دروينج. يعني في شركه اس تي اس ممكن حد يجي يقول لنا احنا عايزين حاجه 2D، المطلوب مننا 2D، فبنعملها 3D ونخلص نفسنا من المشاكل، وفي الاخر بنديها له ال2D اللي هو عايزه. حصر المواد اللي في المشروع بتتعمل اوتوماتيك، لوح الكوردينيشن، بسهولة جدا تقدر تاخد سيكشن 3D وتقدر ان انت تشوف المشاكل اللي موجودة كلها. فبنستفاد، يعني حصل نقلة كبيرة جدا من شغل الاوتوكاد لشغل البيم اللي هو Building Information Management، ان انا بقدر ان انا اديرها. واصبح عندي مستويات دلوقتي، احنا موجودين في ليفل 2، يعني ليفل 3 اصلا لسه ما بقاش واضح بالنسبة لنا هيكون ايه. فالواحد بيستغرب لما حد يكتب ان هو شغال في ليفل 3 بينما حتى الان ما فيش وضوح هيبقى عباره عن ايه. اتكلمت مع اكتر من دكتور في بريطانيا واستراليا ودول كتير جدا ما عندوش يعني التوقع هيبقى معمول ازاي. احنا شغالين في بيم 2، يعني عندنا موديل معماري انشائي كهروميكانيكال، ما فيش حاجه اسمها جزء بيم وجزء كاد، بنقدر ان احنا نتبادل المعلومات. تمام. فالبيم بنستفاد منه، بيصير السؤال ده كتير من اكتر حد، المعماري والانشائي والكهروميكانيكال وكلهم بيشتغلوا بيه. فالبيم هيحل لك المشاكل، هيعمل تعاون اكتر بين كل الاقسام، هيعمل لك حصر، هيعمل لك تخفيض لتكلفه المشروع، بيقلل هالك في المشروع. نقدر ان احنا نعمل لوح ديزاين ونعدل عليها حاجه بسيطه تبقى شوت دروينج، وتعديل بسيط بيبقى لوح الاسبلت، ما بقاش فيه ان انا بعمل هيد وابني من اول جديد. يعني بتاع ديزاين بيبقى عارف المشاكل الموجوده لانه شغال وشايف حاجه 3D، فبيبقى الموضوع بالنسبه له اسهل واحسن. وحتى بعد ما المشروع بيخلص بندخل بقى في مرحله الفاسيلتي مانجمنت وبيستفادوا منها. والميزه وجربناها كتير ان هو المالك بيشوف الحاجه 3D قدامه، بيقدر ان هو يدي كومنتات نعدل، ما نستناش لحد ما المشروع يخلص عشان ناخد الكومنتات منه.
وبتقل المشاكل الموجودة أثناء المشروع. يعني دي بعض المشاكل، لأن الشخص ما كانش متصور هو كتب الانحدار كذا بس مش واخد باله هيبقى عامل ازاي في الموقع. هنا ما كانش واخد باله ان العمود ده هيسد الطريق بتاع الجراج، الكهرباء مع المية، الميول والارتفاعات والحاجات دي كلها. فلما بتشوفها في 3D بتبقى الكوردينيشن اقوى. تمام، يعني في الكاد بيبقى خطوط واقاس مش واضحة، في البيم بيبقى فيه كل المعلومات اللي احنا ممكن نحصل عليها او نحتاجها عشان ناخد القرار. فبنتأكد ان المعلومة صحيحة وبتوصل في الوقت الصحيح للناس الصح اللي محتاجين المعلومة ديت. هندخل بقى على جزء كان محاضرة كنت اديتها في جامعة في بريطانيا، ليها قصة ظريفة كده انا بنحكيها بعدين. هي بنتكلم ليه البيم ضروري في الخليج، وكنا مركزين على سبلاي تشين. فاحنا كنت من ضمن الحاجات اللي انا بقولها ان عندنا مشاريع عملاقة في الخليج وفي الدول العربية. بعترض على كلمة الشرق الأوسط، لأن الشرق الأوسط بتدخل دولة ما بنحبش ندخلها معانا، بنخليها الدول العربية والخليج، ودي نماذج للشغل وفائدة البيم من الحاجة اللي احنا هنبنيها في الحقيقة هي اللي صممت فعلا، مش هنلاقي تعديلات كتيرة، وإن البيم يبدأ معايا من قبل ما أبدأ المشروع لحد ما المشروع ينتهي. وده كان نموذج للكوردينيشن، ودي كانت أغلب البرامج وأغلب العمليات اللي احنا بنعملها في مجال البيم بحيث إن احنا نطلع الموديل بشكل سليم. مين اللي بيستفاد بالبيم؟ أكتر حد بيستفاد منه المالك، كل الأقسام بتستفاد منه الحقيقة، لكن أكتر واحد بيستفاد المالك. كان هنا استظراف بقى شوية، إن لاين اللي هو ال 2D سكوير كيوب بنبدأ نتطور، فالبيم يعتبر تطور رهيب جدا لل 3D، تطور من مرحلة إن أنت بتصطاد لمرحلة إن أنت بدأت تزرع لمرحلة إن أنت بدأت تبني. وبنقول ان احنا بنحط لازم نحط المعلومات. طبعا بالمناسبه دلوقتي بدا الاتجاه ان هم يلغوا كلمه 4D وال 5D وال 6D وال 7D ويقول عليها الوصف بتاعها، لان هو بيقول لك ال 4D يبقى انا بعد اخر، بينما مفيش بعد اخر، ما المبنى زي ما هو. تمام، فخرجنا من الموضوع دوت ان مفيش ابعاد غير 3D، ويمكن ال 4D عشان فكره اينشتاين وبعض الزمن وبتاع، لكن مفيش 5D و6D و7D لغوها. بوري له بقى موديل اتعمل التصميم بتاعه وتنفذ زي ما هو، ودي بعض البرامج. انا كنت ساعات شغال في قسم البلاننج، فكان فيه اهتمام كبير قوي بتقدير التكلفه وربط الوقت بالموديل. ودي بقى بدانا نتكلم على سلسله التوريد، واصبح البيم بالاصدار السابع بيركز ان البيم خطوة أساسية في موضوع سبلاي تشين. وقعدنا نتكلم إن سبلاي تشين اللي هي سلسلة التوريد، الناس اللي هيدوا لي الخدمة، أو واحد مثلا هيعمل لي جزء معين أنا مش موجود عندي في الشركة بتاعتي. يعني أنا كنت شغال في شركة، أكبر شركة في قطر يو سي سي، وكان عندنا شركات كتيرة بتخدم، بس أكيد مش هتعمل كل حاجة. تلاقي شركة مثلا متخصصة في الفساد، فدي شركة بتبقى تحتيك، وشركة تانية مثلا هتعمل لك اللايتنج الخارجي، النار الخارجيه، ممكن يبقى ليها شركه متخصصه لكده. فدول على اساسهم ممكن تتاخر، فلازم تاخد منهم المواعيد ولازم تبقى عارف الموديل. فمن خلال ربط المعلومات مع البيم بنقدر نتاكد امتى هتيجي الحاجه. بقدر اقول له مثلا انا عايز الحاجه دي تجي لي في شهر فبراير، لا قبل كده ولا بعد كده. بدا في تحديد، بدا ما كان يبقى الحاجه تيجي وتتاخر والحاجات دي كلها. فلقينا ان احنا فعلا محتاجين البيم في المشاريع بتاعتنا، وبالذات ان في مشاريع ضخمه جدا في الامارات والسعوديه وقطر، وساعتها عرضت لهم مشاريع كتير جدا في الدول اللي عندنا. فكان من ضمن الحاجات ان احنا نبقى عارفين كل حاجه محتاجينها امتى بالظبط، ومبقاش في امكانيه ان الحاجه تتاخر وصولها، او ان احنا نبدا شغل والحاجه لسه ما جاتش. في الناحيتين مش مظبوط، لازم ننسق ان ما احتاجها امتى. احتاج مثلا مكان التكييف ده كذا، بدل ما اضطر ان انا اخزنه،
او الشغل واقف منتظر ان الحاجات دي تيجي. ف دي كان بعض المشاريع، وطبعا انبهروا بحجم الشغل اللي في الامارات. ده مشروع كنت اشتغلت فيه، يعتبر اول مشروع اشتغلت فيه في اول ما جيت قطر، ده تصميم لمبنى كهرباء. فبيتم البناء في مره واحده في الموقع، بدل ما نفاجئ ان في مشكله وقفنا والحاجات دي كلها، وبنبدا ان احنا نوريهم المشروع مع الجدول الزمني، والمبنى بيتبني واحده واحده. فبدل ما كان المهندس بتاع البلانر هو الوحيد اللي فاهم المخطط، لا، بدا الناس كلها تخش معانا، وكل الاقسام تبقى عارفه الحاجه بتاعتها تبقى امتى، وايه اللي قبليه وايه اللي بعديه، وما حصلش مشاكل. زائد ان احنا كان فيه اهتمام بفكره الاستدامه. ف واصبح فيه في القسم بتاع البلاننج فيه وضوح، بدل ما يقول ان احنا معتقدين بنسبه 75%، لا، بقى الموضوع اكشوال وحاجه ادق بكتير. وطبعا الكلام عن ال 5 دي والكوست، لان دي كانت محاضره اديتها في الشركه ونزلت في المجله. مهندس سمير ومهندس خالد ومهندس مينا. وطبعا في برامج كتيره جدا بنستخدمها، كان من ضمنها في الرافت وفي تيكلا وفي اركيكاد وفي نفس ووركس وفيكو. وكلامنا على المشاريع، دبي هي طبعا من اوائل الدول او من دول الولايات او الامارات اللي بدات فكره البيم يكون اجباري. وبعد كده كنت انا من ضمن الفريق اللي في قطر اللي بيقول تبقى اجباري ولا مش اجباري، لكن خلاص ان هو ما يبقاش اجباري غير في المشاريع، عشان ما نعملش دربكه في سوق العمل. وكنت بتكلم ساعتها ان احنا لازم هنستخدم الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي. الكلام ده كان في 2013، تمام. وكنت بتكلم ان فكره البيم هي مش سحر، لكن هو مستوى اخر من الشغل. بنقدر نتخيل المشروع بشكل قوي. دي بعض النماذج لمشاريع. فبتلاقي الجودة بتاعت الريندر حلو، لكن احنا مش تركزنا على الريندر، لكن تركزنا على الشغل نفسه، تمام. يعني في ناس مثلا ما بتحبش البيم لان هو كان متعود في الديزاين بيرسم خط، ومش مهم بقى يحاولوا بقى في الموقع يحلوه، لكن هنا بدأ يفكر، لا، ده انا لازم انزل واطلع وارسم، ولازم يبقى فاهم الاكواع والحاجات دي كلها بشكل صحيح. وبدأ يبقى فيه التفاصيل بنبدأ نحطها لكل جزء من المشروع. انا بسكت قدام الحاجات دي، يعني هي اللي تتكلم. في امكانيه ان انا اشوف ايه الاجزاء اللي مش متصله ببعض، يبدا ينبهني ان في مشاكل. الحصر طبعا كان بيطلع بشكل حلو، الجدول حاطينه في التمبليت وهكذا. تقدر تعمل سيكشن في ثواني في اي مكان انت عايزه. حتى التصميم الداخلي الانتيريور ديزاين برضو البيم بيبقى ليه فوائد كتيره فيه. ده مشروع ساعتها كنت بكتب عمرو سليم مش عمرو سليم، ومهندس حسام مدام حسام. يبقى ده كان في حسام شغال معاه في شركتين، في كراون هوم وفي الديار القطريه، تمام. الكلام ده في 2011. كل بريت ان احنا نقدر يبقى فيه تعاون بين كل الاقسام، وزي ان انا اتاكد ان مفيش حد بيشتغل او بيعدل في الشغل بتاعي. فكل الاقسام بيبقى فيه تعاون، بس مفيش حد بيلغي او بيبوظ او بيعمل مشاكل مع الاخرين. طبعا الديزاين جبنا مكتبات او الحاجه اللي ناقصه عملناها، بحيث ان تبقى مطابقه
للمواصفات بتاعة الشركة، فلو فكرت تلاقي ان الموديل الواحد بنقدر نطلع منه سكاشن، نطلع منه الفيشن ديتيلز، فلور بلان، كل المعلومات اللي ممكن احنا نحتاجها، واي تعديل بيظهر مع الناس كلها. فصراحة يعني كان لما بدأنا اشتغلنا بالبيم وبدأ الناس تشوف الشغل عجبها جدا، يعني كان في مشاريع كتيرة بنبدأ من قبل ما ناخد المشروع بنعمل له موديل مبدئي مع فيديو مع ربط جدول زمني، كل الحاجات دي احنا لسه ما خدناش المشروع، بس احنا كان عندنا ثقة ان احنا يعني فرصتنا كبيرة ان احنا ناخد المشروع يعني من خلال الخبرة بتاعت الواحد. تمام، فكنا بنعمل تخطيط للموقع قبل ما احنا نبدأ نشغل، الحاجات كلها تحط فين، المكان ده هيبقى اسهل لو اتخزن فيه الحاجات، هنا مكاتب المهندسين، هنا إدارات السلامة سيفتي، وحتى كنا بنتعامل مع سيفتي لو عايز يشرح لهم حاجة فكنا بنوريها له 3D. طيب مش هطول عليكم، ده المصادر إن شاء الله هسيبها لكم أسفل الفيديو، بيم أريبيا وشركة اسمها stsolutions.net لو حد حابب إن هو يتعاون معانا إن شاء الله. شكرا لكم.